السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوة الكرام، طلاب المستوى الثامن محاسبة، أهلا بكم في مقرر المحاسبة في المؤسسات المالية الإسلامية. أهلا بكم أخوة الكرام، احنا وصلنا إلى التصنيع الاستثمار، وصلنا إلى الجزء الخاص بالاستثمار، وباقي اليوم هنأخذ بعض التطبيقات على الاستثمار، ثم هنبدأ إن شاء الله نبدأ في الاستثمار، ثم بعد ذلك المشاركة. إذا نظرنا إلى تطبيقات الاستثمار شباب، نجد الآتي. طبعا شرحنا جزء ما فيه الكفاية، عايزين بس ناخذ بعض التطبيقات على الاستثمار، ثم على حتى هنا الاثنين 16 شعبان اللي هو الأسبوع الماضي. ناخذ حاجة على الاستثمار يا شباب، وإن إذا كان العقد ما بين الصانع والمستصنع، إذا كان البنك صانع ومستصنع وقيمة العقد مع العميل 500,000 ريال، وقيمة العقد مع الصانع الأصلي 400,000 ريال، ومدة العقد سنتين، فإذا كانت نسبة الإنجاز في السنة الأولى 75% من العقد، معنى ذلك أن ربح السنة الثانية سيبلغ ألف ب جيم د 100,000، 75,000، 50,000، 25,000. إذا كان البنك صانع ومستصنع وقيمة العقد مع العميل 500,000 ريال، وقيمة العقد مع الصانع الأصلي 400,000 ريال، ومدة العقد سنتين، وإذا كانت نسبة الإنجاز في السنة الأولى 75%، معنى ذلك أن ربح السنة الثانية سيبلغ يعني 25,000، صح؟ طيب القيد يا شباب، من حساب استثناء تحت التنفيذ، من حساب استثناء تحت التنفيذ إلى حساب المورد أو الدائن الصانع الأصلي، يسجل هذا القيد في حالة ألف الفواتير المرسلة من البنك للعميل، ب الفواتير المرسلة من الصانع للبنك، جيم الفواتير المسددة من العميل، دال الفواتير المسددة للصانع الأصلي. حسن، بسم الله ما شاء الله عليك، مركز يا حسن. من حساب استثناء تحت التنفيذ إلى حساب المورد فعلا هي الفواتير المسددة من الصانع إلى البنك. طيب من حساب زمن الاستثناء إلى حساب فواتير الاستثناء، قيد إثبات الفواتير ألف المرسلة من البنك للعميل، ب المسددة من العميل نقدا، جيم المسددة من العميل خصما من الجاري، دال المرسلة من الصانع الأصلي للبنك. ألف، ألف اللي هي إيه يا حسن؟ حسن برضو؟ آه حسن، اللي هي المرسلة من البنك
للعميل. ألف صح يا شباب. طيب خد الكد ده يا شباب. الفواتير المرسلة الفواتير المرسلة من الصانع الأصلي للبنك بمبلغ 500,000 ريال. القيد هيكون 500,000 من حساب إلى حساب، 500,000 من حساب نقط، 500,000 إلى حساب نقط. ألف المورد أو الصانع الأصلي شرط استصناع تحت التنفيذ. ب فواتير مرسلة شرط زمن استصناع. ج زمن استصناع شرط فواتير مرسلة. دال استصناع تحت التنفيذ شرط المورد او الصانع الاصلي. شكرا سماح، شكرا حسن. شباب بالنسبة للمشاركة والمشاركة في المشاركة الثابتة، في المشاركة المتناقصة، في المشاركة المنتهية بالتمليك وأنواع المشاركة، طبعا تعرفوا أن المشاركة يجوز تقسيم الأرباح فيها وفقا لما يتفق عليه، لكن الخسائر لابد أن تكون هناك اتفاق على أن الخسائر وفقا لنصيب كل واحد في رأس المال، يقسم الربح بنسب رأس المال أو بنسب مختلفة حسب الاتفاق. ده مين ده؟ الربح. لكن الخسارة يجب أن تقسم الخسارة، هذا البند يا شباب الخسارة لابد أن يقسم بنسب رأس المال، يتفقوا زي ما هم يتفقوا لكن لابد أن تقسم الخسارة وفقا لنسب رأس المال. طيب المشاركة يا شباب زي المضاربة زي الاستصناع، فعندما يستثمر فيها المشاركة بنقول له من حساب تمويل المشاركة إلى حساب النقدية، الحساب الجاري، إلى حساب الأصول المقدمة. أيضا في المشاركة يا شباب طبعا المشاركة المقصود بها أنه البنك أو المصرف يشترك مع أحد العملاء في عملية تجارة، في عملية شروع شراء أصل، تمام، وهكذا. فقد يكون البنك مشارك بمبلغ نقدي وقد يكون البنك مشارك بأصول. فإذا كان البنك مشارك نقدا يبقى من حساب المشاركة تمويل بالمشاركة إلى النقدية. أما إذا كان البنك مشارك بأصول عينية فلا بد أن يراعى ما هي قيمة الأصول العينية عند شرائها وما هي قيمتها عند تقديمها كحصة للمشاركة. فإذا كانت تكلفة الأصل هي تساوي القيمة المقدمة بها للمشاركة فما فيش مشكلة، بنقول من حساب تمويل بالمشاركة إلى حساب الأصول المقدمة. أما إذا كانت تكلفة الأصول المقدمة أقل من القيمة المقدمة بها للمشاركة معنى ذلك أن البنك حقق ربح اسمها أرباح تمويل مشاركة. في هذه الحالة بيبقى من حساب تمويل بالمشاركة إلى مذكورين.
حساب الأصول المقدمة وحصول الأرباح وحساب الأرباح. والاحتمال الثالث أن تكون الأصول المقدمة تكلفتها أكبر من القيمة المقدرة التي قدمت بها للمشاركة، ففي هذه الحالة يكون الفرق هنا خسارة. فبيبقى من مذكورين حساب تمويل بالمشاركة وحساب خسارة وأرباح تمويل بالمشاركة إلى حساب الأصول المقدمة. في كل الأحوال المشاركة بتظهر في قائمة المركز المالي في جانب الأصول كاستثمار، هي أموال ملك للبنك فيستثمرها فبتظهر في الأصول. طبعا ان باع البنك حصته للمشاركه شباب فتبقى قيد من حساب النقديه الى حساب تمويل بالمشاركه. يعني معنى ذلك انه جاله فلوس من المشاركه هيستغنى عنها، يبقى من حساب النقديه الى حساب تمويل بالمشاركه. في نقطه في المشاركه زياده يا شباب عن الاستصناع وعن المضاربه، اللي هو ايه؟ اللي هو بيتفق البنك، أحيانا بيتفق البنك والعميل على أن يشتري العميل حصة البنك على فترات أو على أقساط أو على سنوات معينة. فعندما يبيع البنك حصته إلى العميل أو إلى المشارك يجب أن نقارن ما بين التكلفة وقيمة البيع. فإذا كانت قيمة البيع أكبر من قيمة التكلفة للحصة المباعة فالفرق يعتبر ربح، وإذا كانت القيمة المباعة تكلفتها أعلى من قيمة البيع فالفرق هنا يعتبر خسارة. أما إذا كانت قيمتها بالتكلفة هي تساوي القيمة المتنازل عنها فلا ربح ولا خسارة. تعالوا نشوفوا هنا طبعا هذا المثال أمامكم من حساب تمويل بالمشاركة إلى مذكورين موجودات وأرباح استثمار. لا شباب، المشاركة الموجودات المقدمة قيمتها 400، قيمت 5.4 مليون، قيمت ب 5 مليون، وبالتالي فهي تعتبر حققت أرباح تمويل. والعكس لو هي قيمت ب 3.5 كنا هنلاقوا هنا في يا شباب خسارة تمويل. ماشي، وهكذا. في حالة تقديم بضاعة تكلفتها 3 مليون ريال تم إعادة تقديرها بالقيمة العادلة 3.5، العائد على المصرف ربح 0.5 مليون، خسارة 1.5 مليون، ربح 1 مليون، خسارة 200 ألف. قيمت هي في حال تقديم بضاعة تكلفتها 3 مليون تم إعادة تقديرها ب 3.5، ودي ربح 500 ألف. في حالة يكون حساب التمويل بالمشاركة مدين بمبلغ 3.5 بينما حساب موجودات بضاعة مشاركة دائن بمبلغ 3 مليون، يعني من حساب التمويل إلى مذكورين اللي هي الأرباح، يعني معنى ذلك هذا هو قيد اليومية في هذه الحالة. في ناس أول مرة تظهر، بسم الله ما شاء الله، أهلا بالشباب الصاعد الواعد اللي لسه بيحضر لأول مرة. ماشي، يقول لي في حالة تقديم بضاعة تكلفتها 4 مليون تم إعادة تقديرها بالقيمة العادلة 3.5، في هذه الحالة يكون حساب التمويل بالمشاركة مدين بمبلغ، حد يجيب الإجابة هنا يا شباب؟ يلا. حساب تمويل بالمشاركة مدين بمبلغ، حد يكتب الرقم؟ ثلاثة ونص. ماشي، طب ثواني ثواني ثواني، صح. بينما يكون حساب موجودات بضاعة مشاركة دائن بمبلغ، بينما يكون حساب موجودات بضاعة مشاركة دائن بمبلغ، سماح كتبت 500 ليه؟ لا، هي الإجابة 3.5، صح. حسن، شكرا لك يا سماح، شكرا شكرا. هنا يا شباب ممكن تجد يعني ده نقطتين مع بعض يا شباب تجاوب عليهم، وجات لك حاجه في الاختبار، معنى ذلك انه ده رقم وده رقم. ايه الرقمين اللي يظبطوا هنا وهنا؟
رقم 3.5 في الأول صح، طب الرقم الثاني كام؟ بينما يكون حساب موجودات بضاعة مشاركة، بضاعة مقدمة كمشاركة دائن بمبلغ، دي 3.5، وهنا كام يا شباب؟ أربعة صح. يبقى إذن الخيار الأنسب هو ألف. بيقول لي أنا في حالة تقدير البضاعة بالقيمة العادلة 5 مليون، إذا ربح المصرف يكون طبعا مليون، لأن هي مشتريها بأربعة، قيمت بخمسة، يبقى ربح المصرف مليون. معروف يا شباب الأثر على الحسابات الختامية، الأثر على الحسابات الختامية. قائمة الدخل دائما بتظهر فيها الأرباح أو الخسائر، قائمة الدخل دائما يا شباب بتظهر فيها يا إما الأرباح أو الخسائر. في حالة قائمة الدخل أرباح مشاركة تظهر مليون، لا والله لو كانت خسارة بتظهر في جانب الخسارة. تم تصفية أحد عمليات التمويل بمشاركة بين المصرف الإسلامي وأحد العملاء في مال بعضها بهذه المستخرجة من المشاركة. حصة المصرف في المشاركة 80% وحصة الشريك 20. قيمة مبيعات الموجودات 6 مليون، رأس المال المشاركة 5. التزامات أو ديون على المشاركة 2 مليون، ضرائب مستحقة 500 ألف. المطلوب حساب نتيجة المشاركة وتحديد حصة كل منهم. تعال اقرأ اختياري. نتيجة تصفية المشاركة الأول كام؟ ألف ب ج د. نتيجة تصفية المشاركة كام هنا يا شباب؟ نتيجة تصفية المشاركة كام؟ جيم 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 1500 صح. ماشي، نصيب المصرف من نتيجة المشاركة كام؟ نتيجة المصرف من نتيجة المشاركة المصرف هياخد كام؟ ب. نصيب المصرف ب يعني 960 ألف. مش عارف والله، حسن قال 1200، مليون و200 ألف، بيتهيألي مليون و200 ألف بس. طب نصيب المشارك من نتيجة المشاركة هتبقى كام في الحالة دي؟ هتبقى 300 ألف. ماشي، طب لحظة يا شيخ، اختبارات المادة دي تحرير الاختبار. طيب هنا ده شباب حل التمرين اهو اللي امامكم بالظبط. ماشي تمام. بفرض انها تكون الشركه بين احد المصارف الاسلاميه واحد رجال الاعمال براس مال قدره كام يا عم الحاج؟ قدره براس مال قدره مليون، قيمة المصرف 600 ألف ورجل الأعمال 400. كلمة 600 و400 يا شباب يعني معناها الربح بنسبة 6 إلى 4 أو 3 إلى 2 أو 60% و40%. هذا صح وهذا صح. ماشي؟ طيب وبفرض ما السنة الأولى أسفرت المشاركة عن صافي أرباح قدرها مليون،
نصيب المشارك كام هنا؟ لحظة. انت راجبها من الاختبارات ولا منين؟ من الاختبارات ده. الاختبار موجود هنا فوق. مش مهم. هات من تحرير الخيارات الاختبار. تحرير الخيارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حياكم الله بارك الله. لا أنا عندي محاضرة كنت أخلص وحتى أجيكم قريب يا شيخ. لا انزل لك انزل لك ما يصحش لحظات. لا مش هتطلع طيب؟ والله يا دكتور بنتي عامل حاجات غريبه. لحظه والله العظيم يا دكتور بين الحاجات الغريبه بعد ما بعمل حاجه بيعمل احسن. مع حضرتك يا شباب غبت عنكم شويه. هنا بفرض انها تكون الشركه بين احد المصارف واحد رجال الاعمال وراس مال قدره مليون مصرف 640 ماشي واتفق على توزيع الارباح كانت 25% رجل الاعمال و75 بينها توزع بين المصرف ورجل الاعمال الناس بتحسب. وفرض ما يلي السنه الاولى اسفرت المشاركه عن صافي ارباح قدرها 100,000 كيف توزع هذا شباب؟ اول حاجه ناخذ نسبه الاداره والباقي يوزع وفقا للنسب المتفق عليه. فنصيب المشارك من الربح العام هيبقى 100,000 ضرب 25% اللي هي خاصه بالاداره. المبلغ اللي متبقي كام؟ يقسم نصيب المشارك من الربح العام الاول 100,000 ضرب 25% زائد 100,000 ناقص ال 25 ضرب 4 من 10 او 40%. ماشي يا شباب؟ ده بالنسبه لهذا المثال والمثال ده محلول يا شباب معاكم اهو. ماشي؟ طب انت اللي بتطلبهم. هو مجرد البدء يغلب استكمال الخطوه في جلسه واحده. في جلسه واحده ممكن نخش تاني ممكن يطلع ممكن يطلع. في واحده ممكن تطلع من التطبيق. لا 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 بس برضه كنت مش هيعمل حاجه ده يهدد الدنيا. هو مدخل ده اللي بعمل هو مدخل. هم عايزين يرسلوا اول ما يكفوا هو يفسروا واحد يعني كده.
هو ما هيك في هم هيدخل في المشاركة المتناقصة. مفهوم المشاركة المتناقصة أو المشاركة المنتهية بالتمليك، وهي عقد بين طرفين يقدم كل منهما حصة من رأس المال اللازم لإقامة مشروع معين، وعلى أن يقوم أحد الطرفين بشراء نصيب الطرف الآخر تدريجيا بحيث يحل محله في ملكية المشروع بالكامل. زي يا شباب لما أنا أروح أشتري السيارة من البنك وأدفع 20,000 والبنك مثلا يدفع 100 أو يدفع 80، بعد كده أنا بدفع أقساط، في خلال هذه الأقساط أنا بدفع للبنك قيمة ما دفعه البنك، والملكية يعني رأس المال بيتحرك كل شوية، بتكون الملكية للمشارك، المشارك بيدفع أقساط معينة، كل ما دفع الأقساط الأكثر كل ما زادت نسبة المشارك ونقصت نسبة مين؟ البنك في هذا الأصل. ماشي؟ هناخد المثال اللي موجود. بعد عيدة الله. متأكد؟ أيوه. قبل ما تطلع كنت عملت فرض الأكمال كنت فاهمين وما مطمئن لهم. تعال ناخد المثال ده يا أولاد ويا بنات. المثال الخاص بهذه المشاركة، القيمة الدفترية. بص المثال بيقول ايه، تكون الشركة بين المصرف الإسلامي واحد العملاء، رأس المال 5 مليون، حصة المصرف 4، حصة الشريك 1 مليون، يعني معناها 4 إلى 1، يعني 8 إلى 2. اتفق ويفتح المصرف حسابا جاريا باسم مشاركة بقيمة حصته على أن يسحب الشريك منها حسب احتياجات العمل، ومهم يوزع الربح بتخصيص 20% للشريك مقابل الإدارة ويوزع الباقي حسب الحصص في رأس مال المشاركة. يقوم الشريك بشراء حصة المصرف على 4 دفعات سنوية حسب القيمة السوقية، وكانت نتيجة ما سبق خلال السنوات الأربع على النحو التالي، وقد استلم المصرف حقوقه كاملا في كل عام. بص يا شباب، السنة الأولى كانت القيمة الدفترية، السنة الأولى القيمة الدفترية 750، القيمة البيعية 750، الأرباح الصافية 500,000. لاحظوا أن هذا المثال فيه حاجتين، فيه الأرباح وكيف توزع، وفيه أن الشريك بيشتري من البنك حصته في رأس المال. لو احنا بصينا على التوزيع الأرباح، المشارك بياخد 20% من الإدارة، من المبلغ كإدارة، والباقي بيوزع كرأس مال. طيب ده حاجة. الحاجة الثانية، لو بصينا على السنة الأولى الأرباح المحققة 500,000، المشارك خد كام منها يا شباب؟ خد 80 وخد 10 ولا خد كام؟ خد 100، ده خد 320. 320 و80 يبقى 400، تبقى دي 100 يا شباب. هذا الرقم المفروض 100 صح؟ عارفين ليه الرقم ده 100 يا ولاد؟ لأنه ده هذا الرقم هو عبارة عن 20%، وهو الربح 500، الربح 500، خمسمية في 20% الناتج 100، هتبقوا 400 يتوزعوا ما بين المصرف، هياخد 60، هياخد قصدي كام؟ 4، والمشارك ياخد 1. فلما ناخد ال 400 ونقسموها على 5
هيطلع 80. 80 في 4 320، ده المصرف. والمشارك هياخد 1 ب 80. ماشي؟ أنا عايزكم بس تركزوا في هذا المثال. المثال الثاني أو السنة الثانية يا شباب، السنة الثانية تمام؟ القيمة الدفترية كانت 1,000,000، والقيمة البيعية كانت 1,200,000، والأرباح الصافية كانت 750. طب السنة الثالثة 1,250,000، 1,600,000. طب السنة الرابعة كانت 1,750,000. طيب ما معنى هذا الكلام كله؟ خلينا ما بين القيمة الدفترية والقيمة البيعية وهذه الجزئية بس، ركزوا كده فيها. القيمة الدفترية في السنة الأولى ب 750، والقيمة البيعية والسوقية 750. المشارك سوف يشتري، شوفوا كده، المشارك سوف يشتري، يقوم الشريك بشراء حصة المصرف على 4 دفعات سنوية متساوية حسب القيمة السوقية. ماشي، يعني هنا القيمة الدفترية ب 750 وهنا القيمة البيعية ب 750. المشارك سوف يشتري ربع حصة المصرف، ربع حصة المصرف. حد يقول لي ربع حصة المصرف بتساوي كام؟ وربع حصة المصرف بتساوي كام؟ لو مسكت بالقيمة الدفترية يا أولاد ويا بنات، القيمة الدفترية أصلا 750. لما أجي أقسمها ما بين المشارك وما بين البنك 4 والمشارك 1، يعني عايز أقسمها بنسبة 4 إلى 1، 4 إلى 1 يعني 5، يبقى 750 على 5 ب 150، 150 في 4 ب 600، و 150 في 1 ب 150، يبقى 750 دي، ال 750 يا اولاد ويا بنات، 750 منها 150 ملك للمشارك، ومنها 600 ملك للمصرف. المشارك سوف يشتري ربع حصة البنك. لو حد مركز معايا يقول لي ربع حصة البنك هتساوي كام؟ ربع حصة البنك تساوي كام فلوس؟ احنا قلنا 750 منهم 150 ده حق المشارك و600 حق البنك المصرف. المصرف سوف يتنازل عن ربعهم. ايوه 150، شكرا شكرا، 150 150، نوف كتبت 150، ومين تاني؟ حسن كتب 150. ماشي تمام. طيب ال 150 يا بنات ويا اولاد، مش ال 150 هي تعتبر ربع ال 600؟ ده حاجه. طب مش ال 150 دي تعتبر خمس ال 750؟ يبقى اذا كانت النسبه من 4 الى 1 فان ربع حصه المصرف هي عبارة عن خمس حصة المشروع كله. ربع حصة المصرف هي تعتبر خمس حصة المشروع كله. طب أنا ليه بتعب نفسي معاكم عشان أوصل إن الربع هو يساوي الخمس؟ يعني ربع حصة المصرف هو خمس رأس المال الإجمالي. عشان أقول لك لما تيجي تحسب المبلغ الجزء المتنازل عليه، تحسب تاخد المبلغ ده وتقسمه على 5، وتاخد المبلغ ده وتقسمه على 5. فانا لو خدت القيمة الدفترية وحسبتها على 5 هتطلع ب 150، ولو خدت القيمة البيعية وقسمتها على 5 هتطلع 150. ما معنى ذلك؟ ان لا يوجد فرق ما بين القيمة الدفترية والقيمة البيعية، فلا ربح ولا خسارة. طيب في السنة الثانية لو حد فهم حاجة يقول لي، السنة الثانية ايه الفرق؟ لما يتنازل البنك عن ربع حصته ويبيعها بالقيمة السوقية، كم المبلغ المتحقق للبنك وهل هو ربح ام خسارة؟
شوف انت لو في طلبه اللي كنتش عارف تخش دخلت وبعتت وارسلت وبعتت الرساله وصلت للاصحاب وصلها الطلاب الموصل كذا كذا ام مجتمع حفظ الطلاب ارساله ولما تلقى ارسال كذا. ها هو الطلاب ده هذا الفورات ها انت عايز تشوفهم تقويم لا انت عايز اللي هي مش هتقول هنا فورات فوق هنا فوق هنا لا مش جايين لازم انت قلت كلمه اللي هي التقويم ولا ادوات مركز التقدير في ازرق وفي اخضر وفي غير الدرجات الله يفتح عليك كده القايمه هي اللي بتستعجلنا ما دخلتش الرؤوس حد كتب حاجه يا شباب يا بنات كتبتوا حاجه؟ ٢٤٠ دي الحصة المتنازل عنها وفقا للقيمة البيعية. طب القيمة الدفترية بكام؟ شكرا سماح. القيمة حلو ممتاز يبقى الربح كام؟ شكرا يا حسن. حسن الحداد اهلا بك. شكرا حسن شكرا سماح شكرا نوفا. حسن دلوقتي الفرق هنا كام؟ 40 يبقى 200 من 240 ربح ولا خساره؟ شكرا. طيب السنه الثالثه 250 مليون و600 يبقى السنة الثالثة المليون 250 على 5 ب 250 ومليون و600 320 اهي 250 و320 هتلاقي الربح حوالي 70. طب السنة الرابعة مليون و750 يبقى هنا ده خمسها 200 وده خمسها 150 يبقى دي فيها 50 خسارة. دي جزئية يا شباب. الجزئية الثانية اللي في أحد الطلاب منكم تعرض لها من شوية انه لما المصرف المشارك يشتري ربع حصه المصرف عقب الشراء النسبه هتتغير بدل من 4:1 هتبقى 3:2 السنه اللي بعديها هتبقى 2:2 السنه اللي بعديها هتبقى 1:4 السنه اللي بعديها هتبقى 0:5 خلاص. ما هو اشترى الاربعه ايه اشترى يعني الحصه بتاعت البنك اشتراها على 4 سنين كلها فاصبحت الحصه المشاركه كلها ملك للمشارك. الحاجه الثانيه يا شباب انه الارباح الموزعه هنا موزعه بنسبه 4:1 السنة الثانية هيكون تم الشراء هتلاقيها بقيت ايه بدل 4:1 هتلاقيها 3:2 3:2 وهكذا كل سنة النسبة بتتغير. ماشي يا شباب المثال ده يا شباب أرجو أنكم أنتم تذاكروه كويس جدا. شفتوا النسبة هنا كانت كام؟ يا شباب فين النسبة هنا؟ طبعا هنا فيها الربح و و و لكن عموما النسبه اول سنه كانت 4:1 بعديها هتبقى 3:2 بعديها هتبقى 2:3 بعديها هتبقى 1:4 اخر السنه الرابعه السنه الخامسه خلاص البنك بقى صفر والمشارك بقي 5. ماشي يا شباب. الحاجة الثانية يا شباب في المشاركة برضو قيود اليومية ماشي قائمة الدخل بيظهر فيها ايه؟ بتظهر فيها ايرادات المشاركة بتظهر فيها ارباح المشاركة بتظهر فيها خسائر المشاركة قائمة المركز المالي ماشي بتظهر فيها قائمة المركز المالي
بتظهر فيها اللي هي المبالغ المستثمرة في المشاركة. باقي معانا 3 دقائق نستثمرهم بقدر المستطاع فيما هو نافع بإذن الرحمن. تكونت مشاركة متناقصة. تكونت مشاركة بس بين أحد المصارف ورجال الأعمال برأس المال 1,000,000، حصة المصرف 800 ورجل الأعمال 200. اتفق على توزيع الأرباح على النحو التالي: 20% رجل الأعمال نظير الإدارة، 80% توزع بين المصرف ورجل الأعمال. فإذا كانت الأرباح الصافية للسنة الأولى 750,000 ريال، فإن نصيب المشارك يبلغ نقط 1,000 ريال. ألف ب ج د، ألف 600، ب 310، ج 170، د 150. يلا يا شباب. كم نصيب المشارك؟ نصيب المشارك بص كده، الحصة 8 إلى 2 يعني 800,000 و200,000. الأرباح توزع 20% نظير الإدارة لرجل الأعمال اللي هو المشارك، و 80% توزع بين المصرف ورجل الأعمال بنسبة حصة رأس المال. السنة الأولى كانت 750، فإن نصيب المشارك تبلغ 1,000 ريال. هل 600 ولا 310 ولا 170 ولا 150؟ هيه يا حسن يا حسن، طب هو المبلغ كان 150، خلينا احلها لك. يعني المبلغ كان 750، 750 تتوزع ازاي يا شباب؟ 20% الاول تبقى 150 طلعوا على جنب، بقيت 600، بقيت 600، 600 تتوزع على 5، 600 على 5 فيها كام؟ 30. 600 120 ماشي، 600 على 5 فيها 120، اللي هياخد 120 هياخد 100 دكتور كاتب اسمي مكتوب في البن مع البنات. 270 يا شباب، 270، 270 صح، هنا 270. انا كنت بتخلف. مش مشكله. يا دكتور بس انا شفت البنت اللي في جايبه 12 كنت بتسمع مع الدكتور. نصيب المشارك 270، ممتاز، فعلا نصيب المشارك 270. طيب إذا اتفق على أن يقدم البنك نصيبه أصول بضاعة وكانت تكلفتها 880,000 ريال،
في هذه الحالة يعتبر البنك حقق نقط، هو حاسب البنك 800 وقدم بضاعة 880، يبقى حقق ربح ولا خسارة؟ حقق خسارة كام؟ هو قدم بضاعة 880 وتقيم وحصته 80 وحصته 800 بس. ممتاز صح كده تمام. طيب صح إذا كان اتفاق إذا كان اتفاق المشاركة المتنقصة بين البنك بأن حصل عامل 20% والباقي 7 نسب 8 إلى 2 وبلغت بلغت القيمة الدفترية لوصول المشاركة 1,250,000 ريال بالتكلفة، والقيمة السوقية 1,600,000، واشترى المشارك ربع حصة البنك وفقا للقيمة السوقية في السنة الأولى. في هذه الحالة يكون البنك قد حقق من عملية البيع ربح 70 ولا خسارة 70 ولا خسارة 80 ولا ربح 80. ربح 80 تمام. شباب بنات وأولاد الأعزاء، احنا خلصنا المشاركة، باقي معانا قوائم المركز المالي. خدنا المرابحة والمشاركة والمضاربة والاستثناء، باقي معانا القوائم المالية إن شاء الله يوم الاثنين نشرحها. ماشي، قوائم المالية، قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة الدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق الملكية. وطبعا ان شاء الله باذن الله ونخلص يوم الاثنين. اذا احتجنا، لو انتم احتجتوا مني مراجعه ولا حاجه ما فيش عندي مشكله، لكن يكون عندكم استعداد انتم تسالوا وانا اجيب باذن الرحمن. ماشي يا شباب، شكرا لكم، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لكم، بارك الله فيكم. اي استفسار يا اولاد يا بنات ان شاء الله يعطيكم العافية. ما نزل الاختبار، ما نزل الجدول يا بنات يا أولاد، الجدول نزل. متى تاريخ اختبارنا؟ إسلامية؟ لا ماشي، لا أنا على إسلامية. متى اختبار إسلامية؟ متى؟ ستة رمضان. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وفقكم الله، وفقكم الله. شكرا، مادة حلوة ولذيذة، وأتمنى لكم إن شاء الله كلكم كده تجيبوا التقديرات فيها إن شاء الله، إن شاء الله امتياز، لأنها هي مادة، هي أصول المحاسبة أصلا، لأنها بتناقش المدين والدائن والقيود اليومية وكيفية إعداد تسجيل في اليومية ثم تلحيح الأستاذ وهكذا. شكرا لكم الأخوة الكريمات الفضليات الإخوة الأفاضل الطلاب، شكرا لكم، شكرا جزيلا. لو في أي حد عنده أي استفسار تحت أمركم نسمع لكم. طيب نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي معكم المحاضرة القادمة على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.